المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة هتخس من غير ما تحس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة صافي سلامة، استشاري تغذية علاجية والسمنة والنحافة، في حلقة جديدة في برنامج في صحتك. حلقة جميلة مليانة روايح حلوة، مليانة فقرات غنية، مليانة حاجات كتير قوي قوي، وتركات الدايت والتخسيس، ومش هننسى طبعا الوصفات القوية اللي ممكن نقدمها لكل البيوت المصرية علشان يفضلوا ياكلوا اللي هم عايزينه ويخسوا. معانا شيف جميلة قوي، شيف مي امين، اشطر شيف كده، هتعمل لنا وجبة جميلة جدا النهاردة. ازيك يا شيف؟ مرحبا بيكي. ازيك؟ اهلا بحضرتك، مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك في البرنامج بتاع حضرتك ده، وبجد يعني سعيده جدا، ويعني عايزه اقول لحضرتك لا انا ناويه النهارده ان احنا ناكل ونخس كمان، يعني هنخس من غير ما نحس. حلو قوي قوي. النهارده بقى هتعملي لنا ايه؟ هنعمل بقى ايه، بما اننا بقى في الصيف وطبعا الخروجات والناس بقى خلصت كلها الامتحانات، هنعمل بقى الفراخ المقرمشه اللي طبعا ولادنا كلها بتحبها، واول ما بيخرجوا وبيحبوا ان هم يتفسحوا عايزين ناكل فراخ مقرمشه. وطبعا بقى ما ننساش ان احنا كمان بقى بجانب الفراخ المقرمشه هنعمل بقى دايت حلو جدا مع دكتور طبعا. حلو قوي قوي، يعني انت ما تقلقيش، انت ابدعي تمام، وانا هقول لهم في الاخر أيوة على طبعًا. المفاجاه الجديده الجامده. انا شايفه ان كل حاجه النهارده لونها ذهبي، الزيت لونه ذهبي والفراخ لونها ذهبي وحاجات حلوه، فالنهارده هنسمي الكورس اسمه كورس الذهبي. والله طب حلو قوي، الكورس الذهبي لايق على الجولدن اللي احنا قاعدين فيه وكل الحاجات الجميله دي. حلو طبعا، هنتفرج على الشيف وهي بتعمل لنا الاكل بتاعتنا النهارده باذن الله. في نفس الوقت هتشوفي بقى، هتقولي ايه الحاجه الوحيده، ابتدي. هنعمل الفراخ المقرمشه بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات سهله جدا وبسيطه ومش هتكلفنا كتير. طبعا احنا عندنا فرخه، الفرخه بتاعتنا بتبقى عباره عن اهم حاجه تكون اولا بيضه، ثانيا تكون كيلو، ما تزيدش عن كيلو و200 جرام. حلوة. دي اهم حاجه عشان تستوي معانا كويس، لان في ناس بتسلقها الاول وترجع بعد كده تبتدي ان هي تقليها، لا احنا هنحطها في الزيت وهتستوي معانا كامله في الزيت. طبعا مقاديرنا نزلت على الشاشه، اللي حابب حبايبي يكتبها او يصورها يقدر يكتبها او يصورها. مقادير سهله جدا وبسيطه، هحتاج 4 كوبايات من الدقيق، وكمان عصير ليمون، معلقتين من النشا، والبهارات بتاعتنا هي اللي هتخلي الفراخ بتاعتنا حلوه جدا، عباره عن بودره ثوم، بودره بصل، ملح وفلفل، بابريكا، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من بودره الثوم وبودره البصل وعصير ليمون. تتبيله سهله وبسيطه، ومقاديرنا سهله وبسيطه، وطبعا يعني بقى الفراخ معانا. أيوة. اهم حاجه بقى الفراخ، اهم حاجه قلتيها ان انت ايه، لازم نختارها صغيره عشان ما نسلقهاش، عشان تستوي معانا كمان كويس. وفي نفس الوقت احنا طبعا بنقطعها قطع صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا مقطعين الفرخه بتاعتنا 8 علشان تستوي معانا بكل سهوله. من الناس اللي بتشتكي طبعا ان الفرخه ما بتستويش دايما، مش حلوه من جوه. هتبقى معاكم بصوا جميله جدا وزي الفل. يلا بينا نبتدي كده ونسمي الله، ونبتدي بقى ايه، نجيب كده بوله عشان نتبل فيها الفرخة القمر بتاعتنا دي. اول حاجة انا هتبل الفرخة بتاعتنا، اللي هي طبعا نلبس بقى الجلافز بتاعنا كده. الشيف النهاردة هتوريكو كيف تأكل الايه، الفراخ المقرمشة الذهبية. المقرمشة ما احنا معانا بقى حضرتك بقى الكرسي الذهبي كمان. طبعا انا عايزة اقول لك حاجة بجد كستات، هسس الدايت ده ايه اخباره معاكي؟ والله يا دكتور وهسس يعني الميزان الموضوع ده، انا عندي ناس كل يوم الصبح وبالليل ياكلوا يوزنوا، يخشوا يوزنوا، يعملوا اكله يوزنوا. ايه طبعا الاخبار معاكي بما انك شيف؟ والله يا دكتور يعني انا بالنسبه لي ما شاء الله بحب قوي يعني اكل، وفي نفس الوقت اخلي بالي برضو من يعني من بتاكلي الوزن. كل حاجه يعني بعد ما خدت الكورس باكل كل حاجه دلوقتي. الحقوا يا جماعه ده في سبق صحي، ده في سبق صحي. بعد ما خدت الكرسي يا جماعه بقيت باكل. ليه يا جماعه ان الشيف واخد الكرسي يا جماعه؟ باكل مالها بره الشيخه وبتاع، انا فاكراها حرمه نفسها. لا 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 مفيش بجد. احنا الكرسي ده حضرتك يعني اللي بتقدميه مش هينفع ان احنا نحرم نفسنا اصلا من حاجه خالص. احنا بنحط كل التوابل؟ بحط كل التوابل، ملح وفلفل، بودره ثوم، بودره بصل، دي عشان التتبيله بتاعتنا، وعصير الليمون علشان تتبيله الفراخ. ايه رايك في الناس يقول لك انا هاكل الاكله دي بس هقشر القشر؟ لا هي في ناس طعمها. هي في ناس بس راح طعمها. وبعدين البريدنج إيه نفسه مش هيثبت على الفراخ نفسها، مش هتثبت. فاحنا اول حاجه هنتبل كده الفراخ بالتتبيله القمر دي، طبعا عصير ليمون بقى وتتبيله حلوه قوي، يعني التتبيله دي كمان تنفع كمان لو حد حابب يشوي الفرخه يقدر يشويها. تمام.
انا سامعه بقى ان كورس حضرتك كمان بقى ايه بيخسس، وفي غير كده بقى ان هو كمان يعني اقدر بقى اكلمكم في اي وقت، وان انا لو راجعه. طب وانت ايه الاخبار وانت دلوقتي لما خدتيه حسيتي بايه؟ مش لا يعني شهية؟ فرق برضو فرق يعني. عايزه اقول لكم ان مش كده احنا بنلخبط كتير يا دكتور. لازم ندوق الصيف وهي ما شاء الله عامله الوجبه وجاي كما يقول الكتاب وجايبه عصير وحاطه لك بقى رز الريزو المشهور طبعا. رز الريزو وطبعا عاملين عصير وجبه مدمره يعني. احنا لما اجي مثلا اكتب لحد نظام غذائي او يقول له انت هتاخد فري ايه، يقول لي اللي انت بتعمليه ده النهارده. هو متخيل ده ايه رايك بعيشك في الفري على طول. صح، هو ده اللي انا عايزه اتكلم فيه. اتكلم النهارده ان وجبات مشهيه طعمها جميل جدا، احنا بنشوفها عاليه في السعرات، بنشوفها بتوقف الحرق، احنا ممكن نستغلها وناخدها. ما نحرمش نفسنا من حاجه. ما نحرمش نفسنا من حاجه. وهناخد الكورس الذهبي بتاع النهارده. الكورس الذهبي ده مميزاته ايه بقى؟ مميزاته ان احنا هناكل فرخه صغننه زي ما هي عامله كده. يعني هنصغر هنصغر الكميات، مش هنقدر ناكل كميات كبيره. صح. هناخد زي ما هي اختارت كده قطع صغيره من الفراخ. كملي. احنا بعد ما بنتبل الفرخه طبعا عشان اسيبها في التتبيله، اسيبها بقى ايه مش اقل من ساعه علشان تاخد بقى من طعم التتبيله، بس احنا طبعا عشان وقتنا ما ينفعش ان احنا نسيبها دلوقتي، فهنسيبها مثلا ساعه، او لو عايزه بيتيها تاني يوم في الثلاجه تقدري تبيتيها بكل طبعا سهوله. حلو. طيب عندنا بقى دلوقتي الكفر بتاعنا اللي احنا بنجري وبنحبه قوي وبيبقى طعمه كده خطير وبيبقى كرانشي كده. اللي ايه هو عادي الكفر؟ ما تخموهوش ما تخافوش. ايه هو بقى الكفر بتاعنا؟ عباره عن 4 كوبايات من دقيق. ايوه. حوالي معلقتين من النشا او حوالي ربع كوبايه. هو هل ممكن الدقيق دوت نغيره يبقى دقيق اللي هو دقيق الحبه الكامله او دقيق شوفان؟ ممكن، بس مش هيدينا برضو نفس النتيجه اللي احنا طبعا يعني ندبها متعودين عليها. يعني ما هو البركه بقى في الكورس بتاع حضرتك بقى يا دكتور. انا بحاول يا جماعه اكون كويسه ومثاليه معاكم، بحاول بس حقيقي. بس انا حقيقي بصراحه انا بالنسبه لي لا، انا عايزه الاكله زي ما هي. حدش يقول لي ما تاكليش كذا وما تعمليش كذا، انا عايزه الاكل زي ما هو. انا عايزه احمر، عايزه احط سبايسي، عايزه اكل الاكله بس انا حتى فاجأ بكل دسمتها. بكل دسمتها. ايوه بكل طعمها. ايوه. هو انتوا بتضايقونا ليه؟ طب ما احنا ناكل احنا عايزينه، مش الكورس هنخس فيه من غير ما نحس، من غير ما نحرم نفسنا. ايوه هو كده. من غير ما تحرم نفسك. وفعلا في حاجه مهمه جدا جدا اللي احنا حاطينها لكم النهارده، 4 أمبولات حرق. يعني كلوا بقى اللي انتوا عايزينه، ما يهمكوش، هي غصب عندكم هتاكلوا دبوس او كترها دبوسين ومستمتعين وشبعانين ومش مصدقين نفسكم ان انتوا اكلتوا حاجه صغيره كده. وفي نفس الوقت هتلاقي الحرق عالي جدا جدا برضو، مش هيوقفوا لكم الحرق. يعني احنا كنا دايما بنقول كده ماكينات الحرق ما نخليش الحصى يقف في النص يوقفها. الحصى بقى ده اللي هو الشطه العاليه، التوابل العاليه، ولكن بالنسبه للكورس بتاعي ولا هيفرق معانا في مفرمه الحرق، هنخس برضو باي شكل. بتعملي ايه بقى يا شيف تاني؟ انا عايزه اعلي بس النار عشان ايه نبتدي نحط الزيت. ايوه ما انا شايفه ان الزيت ايه حاجه جميله. أيوة. الزيت ده لازم نعمل احنا عشان نديهم امل ان هم ياكلوا. يعني انتوا كلوا اللي انتوا عايزينه، بس في نفس الوقت امشوا على كلام دكتور صفا. طبعا يعني الموضوع هيفرق معاكم كتير وهتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه. طبعا حطينا بقى الزيت، ودلوقتي بقى عملنا الكفر اللي هو طبعا اساس بقى الفراخ المقرمشة. عبارة عن الدقيق والنشا، وحطينا بقى التوابل، نفس التوابل اللي حطيناها هنا هنحطها برضو هنا. معلش هتتعبي شوية وتحطي كتير في المعلقة، بس هتديكي طعم حلو جدا. حطينا بقى بودرة ثوم وبودرة بصل وبابريكا، وممكن نحط شطة. طيب. شطة يا عشان الحرق. ما انا قلت لا ما تقوليش الكلام ده. ما تقوليش الكلام ده عشان بيجننوني. الحرق يا دكتور. يا دكتور عشان الحرق. لا بيقولوا لي الكلام ده. أيوة. يخشوا لي يقولوا لي والنبي الشنطه اصلها بتحرق. لا يا جماعه بتبوظ الدنيا. لا بتبوظ الدنيا. عامه مش هنتكلم في الموضوع ده، كل اللي انتوا عايزينه ما دام هتاخدوا الكورس. ايوه بس حاجة. منطلق ان الشطه بتحرق، لا ده كانت مصر كلها خست. مصر. أيوة. كلها بتاكل شطه ليل ونهار، صح ولا لا؟ صح طبعا. هو الموضوع لازم يكون فيه ولا تصرفوا. هو. أيوة. ده التريكه اللي احنا عايزين نعملها. حلو يا دكتور ان حضرتك برضو تقولي للناس ان هم ما يصرفوش برضو في الاكل. ايوه يعني. ما هو ده اللي احنا بنعمله. انا هاكلك، انت هتاكلي حاجات جميله وطعمها لطيف وكل حاجه كل حاجه. أيوة. ولكن انت غصب عنك معدتك بقت صغيره. يعني في واحده من الحالات جات لنا قالت لي كلمه حلوه قوي، قالت لي يا دكتور انا كانت معدتي قد البرتقانيه بقت قد الليمونيه، انا مش قادره اكل. حلو التشبيه ده. ايوه دي انا سبت. طب واللي معدتها قد البطيخه ممكن تبقى قد الليمونيه برضه يا شيف. وانا عايزاكي تكوني عارفه احنا ما عندناش وقت. تمام اهو بسرعه اهو. انا بقى حطيت كده في التليفون. تمام حط.
الو، نشوف التليفون. الو الو، حبايبنا جاعوا. شفتي يا دكتور؟ ايوه الو، ايوه معاكي. اتفضلي. معاكي. ازيك يا سما؟ اتفضلي يا حبيبه قلبي. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله. انا ليا سؤال بس يا دكتوره. اتفضلي. بصي يا دكتوره، انا وزني 95 وسني 45 سنه، وطبعا عملت دايت كتير جدا. أوه. وما بحرقش خالص. أيوة. ومش عارفه اخس. تمام. 45 سنه يعني عندي عاليه. واحنا قاعدين في التلفزيون قدامك اهو، مش هتقدري تتكلمي في الكرسي لحد دلوقتي؟ مش عارفه بصراحه. يعني انا بنت خالتي خدته وما شاء الله نزلت 15 كيلو في شهر. طيب الحمد لله. فقلت طبعا هتقلك يعني وانا لسه ولا لا. انا بقول لك لسه كنت هقنعك، بس انا انت متاخره قوي. يعني صاحبتك خست، بنت خالتك هي بتقولي بنت خالتي. اه خست خلاص. انت لسه لحد دلوقتي ما اتكلمتيش ليه في التليفون؟ ها؟ ما انا عملت صراحه دايت كتير جدا، فقلت ده مش هيجيب معايا. لا يعني لا، بقالي 3 سنين صراحه يعني بحاول. ما جايبه النهارده. ما انا عايزاكي بقى تاخدي كده نفس عميق، زي ما بقول لكل واحد عنده اكتئاب ودوبامين بقى متضايق وعنده ستريس وادرينالين طالع ومعصلك الدنيا مع نفسه، نقص فيتامين د والدنيا واقفه ما في حرق، خد نفس طويل كده واهدى وابتدي بقى ريستارت من جديد، حياه نظيفه، اكل طبيعي. مش هتكلم معاك اقول لك لا ما تاكلش وكل، انا هتصرف. الكبسوله هتقوم بدورها، هتوقف الشهيه، هتقنن الكميات الغلط اللي بتاكلها، هتوقف في سكه الحاجات اللي بتحبها، هتخليك تعرف تاكل شوكولاته ومسكر وحوادق وحاجات عاليه في السعرات. الله عليك يا دكتور، هو ده المطلوب يا دكتور. بس ايه؟ ايوه كميات صغيره. طب ما حلو يعني. أيوة. حلو ان انا اكل حاجات كميات صغيره. هتلاقي مش احسن ما اروح للدكتور يديني ورقه ما تاكليش ما تاكليش، ممنوع ممنوع. طب ما انا يا دكتور كده مش هينفع يعني، وفي الاخر ما بخسش. لا فحضرتك يعني هي بتقول لي دي احسن حاجه. هي بتشتكي لي يا شيف، بتقول لي ده انا عملت كل الانظمه. يعني يا جماعه، اللي بيبقى الجسم اللي معمول فيه كل الانظمه ده، اللي عمل كيتو وصيام متقطع وخد حاجات من تحت مش عارف فين وجرب وجرب، كل الكلام ده كله اللي عمله، بتخيلوا بيبقى عنده ماساه وبلاتو قد ايه. الجسم بيبقى معاند بطريقه عجيبه، فمش هينفعه اي كبسوله، لازم كبسوله النهارده. كبسوله بتعمل حاجه ثانيه خالص بقى، بتعلي الحرق من خلال بعيد خالص عن ان انا استهلك حرقك انت. لا، احنا بنظبط المقاومه بتاعت الانسولين والحرق بتاعك لوحده، وبنعلي الحرق من خلال الاعشاب الطبيه. طب وكميه الاكل في المعده وكميه حجم المعده؟ متعوده اكل 13 مره، انا ما يكملنيش رغيفين، انا لا ده انا بسحب كذا كذا وكذا. كل ده انا بقدر اعمله بسرعه جدا في الكبسوله بتاعتي. متحمر لنا بقى ده، انا خلاص انا عايزه احمر اهو. بس عايزه اقول لحبايبنا متابعينا ومشاهدينا ان احنا بنعمل ايه. احنا بنجيب قطعه الفرخه، بصوا بتبقى بالشكل ده كده، مثلا الدبوس او اي قطعه، ببتدي احطها في الدقيق وبعدين بنزل في ميه كده متلجه، بصوا بالشكل ده، ده اللي هيثبت لي الكفر بتاع الفراخ بتاعتنا. وهنزل تاني اهو في المواد الجافه بتاعتنا اهي بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا بقى يا، بصي بقى يا دكتور، بصي الكرمشه والكشكشه حلوه قوي. وانزل بقى في زيت طبعا يكون غزير ويكون بقى سخن معانا. وانزل كده بقطع الفراخ بتاعتنا بالشكل ده اهو. بصوا بقى الحلاوه، بصوا الجمال، يا خطيره بقى وريحتها حلوه قوي. مع انها يا دكتور ما عادتش كتير في التتبيله، بس ريحتها حلوه، ريحتها حلوه قوي صح. اه انا شم ريحه جامده. شم حضرتك الريحه؟ اه. وفكره ان ميه متلجه دي انا اول مره اشوفها عشان صراحة. تثبت الكفر. ما هو ده عشان الناس اللي بتشتكي ان الكفر بيقع منها. دي هتثبته بقى حلوه قوي، وريحتها بقى حلوه قوي، وبيبقى طعمها كده لذيذ. مش هناكلها بقى بره، ولا هننزل بره ناكلها، هنعزم صحابنا عليها في البيت. واقتصاديه جدا، اقتصاديه بقى، بتفكرك بالكورس بتاعك. وناخد الكورس يخسسنا. بصوا بقى يا جماعه يعني من كله. ما هو دي الحقيقه. انا مش هينفع نعمل معادله حلوه قوي. ايوه مش هينفع انت تقولي لي لا ما اكلش. صح. تفتكري انت لما حد يقول لي تعالي ناكل اكل زي دي انا هقول له لا؟ طبعا لا، لا يوم. احنا هنروح ناكل على طول. هنروح ناكل على طول، بس بقى هيجي لي ندم بقى، واقعد زعلانه يومين، ده انا كنت اكله مبوظه لي حرقي، واقعد بكره بقى صايمه وبعده بقى بانب نفسي ومتضايقه، وبعدين يجي لي اكتئاب وشعري يقع من قله الفيتامينات. بلاش بقى الكلام اللي انا سامعاه ده كله واللي انا هقوله لكم ده كله. احنا لازم نمشي على منظومه صحيه عشبيه امنه مرخصه وزاره صحه، هتسمح لي بان انا اكل وجبات مختلفه، هتخلي معايا الحرق عالي، هتخلي معايا المعده كميتها صغيره، هاكل زي الموديلز كده، تاكلي حاجات صغيره صح كده، ونقدمها بقى الفراخ الحلوه دي.
مع الكوليسلو والتوميه والرز الريزو بقى الخطير ده. تعالي انت قدم لنا الحاجه الحلوه انت يعني عملتيها. بصي بقى يا دكتور يعني حاجات حلوه قوي، والكايزر بقى والبطاطس. يعني انا اول مثلا ما كنت اروح لدكتور دايت يقول لي امنعي امنعي امنعي، طب وبعدين طب انا يعني اكل ايه طيب يا دكتور؟ فيعني بجد الكورس النهارده اللي دكتوره صفا بتقدمه فعلا الكورس الذهبي هيخلينا ناكل بقى شوكليت بقى ولو لما نروح بقى المصيف دي بقى كانت مشكله، واروح بقى واتعزم بقى مع اصحابي وبعدين يقولوا لي ايه ياكلي لا مش قادره عشان الدايت، فالكورس بقى هيحل لنا المشكله دي. صح كده. انا مبسوطه جدا جدا الشيف مايكت معايا النهارده، لان انا هضمن ليه ان انا في الاخر هاكل لي معاها وجبه حلوه من دي. الف هنا. والنهارده اوعوا تمشوا تستنوني الفقره اللي جايه، فقره مثيره قويه جدا، وبقدم لكم كمان هدايا حلوه جدا وخصومات وعروض، واتصلوا بينا على الارقام فورا. اوعوا تمشوا.